أردوغان يقول إن قتل النظام للمدنيين في إدلب تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أمر غير مقبول، ويؤكد اتخاذ تركيا وروسيا خطوات مهمة لحماية المدنيين في شمال سوريا. زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر يدعو الفصائل العراقية التي تساند النظام في سوريا إلى العودة للعراق لحمايته بعد تعرض مقرات للحشد لقصف جوي. مواقع تابعة للميليشيات المدعومة من إيران في البوكمال بريف دور الزور الشرقي تتعرض لغارات جوية نفذتها طائرات مجهولة. حاجز تابع للنظام على طريق دمشق السويداء يعتقل الدكتور في جامعة القلمون ركان الصفدي ويقتاده إلى جهة مجهولة. والي إسطنبول يقول إن طلاب الجامعات والمدارس والأيتام والتجار وأصحاب الأعمال وأفراد العوائل سيتم السماح بنقله قيودهم وعائلاتهم إلى مدينة إسطنبول. رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يجدد دعمه لكشمير ويقول إن حزب الشعب الهندي الحاكم ورئيس الوزراء الهندي يتبنيان مبادئ منظمة التطوع الهندية التي تعتبر رمزا لتيار الهندوسي المتطرف. الرئيس البرازيلي يعلن رفضه مساعدة مجموعة الدول السبع لإطفاء حرائق الأمازون ويعتبر فكرة تشكيل ائتلاف دولي لإنقاذ غابات الأمازون بمثابة التعدي على سيادة البلاد.